بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقت الأحاديث في بيان حد الزنا على الأحرار، وأن البكر يجلد 100 ويغرب عاما، وأما الثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنساء العبيد، فإن عليهم الحد أيضا مثل الأحرار. لقوله تعالى في الإماء: فإذا أحصنا، يعني تزوجنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمماليك يقام عليهم الحد إذا زنوا، ولكن على النصف، على النصف من الأحرار، نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب. والتنصيف إنما يكون في الجلد، فالمماليك ليس عليهم رجم، لأن الرجم لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف هو الجلد. فكما أن على الحر 100 جلدة غير المحصن، فعلى المملوك 50 جلدة، 50 جلدة، سواء كان بكرا أو ثيبا. هذا ما يجب في حق المملوك. وأما التغريب فلا يغرب، لأن تغريبه يضر بسيده، سيده لا ذنب له، فيقام عليه الحد. فوجوب الحد على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة، الكتاب في الآية التي سمعتم، وفي السنة في هذا الحديث. ولكن عليهم الجلد في حالة الإحصان وفي حالة البكورة، ولا رجم عليهما. ودل الحديث على أن الذي يقيم الحد في الجلد هو السيد، وفي سائر الحدود، الحدود التي على الأحرار، لا يقيمها إلا ولي الأمر أو نائبه. أما السيد فإنه يقيم الحد على مملوكه بغير القطع والقتل، وإنما في الجلد فقط،
أما القطع قطع اليد أو الرجل وقطع اليد أو الرجل في السرقة والحرابة أو القتل في القصاص فإنما يقيمه ولي الأمر في حق المماليك وحق الأحرار ضماناً لعدم التعدي وضماناً لعدم التساهل في هذا الأمر. ودل الحديث أيضاً على أن المملوك إذا تكرر زناه يكرر عليه الحد إلى 3 مرات أو إلى 4 مرات كما قال ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله لا أدري 3 أو 4 فإذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد إلى 3 مرات أو إلى 4 مرات فإذا لم يرتدع لم يجوز لسيده أن يبقيه على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل ظفير يعني حبل المظفور أو المجدول وذلك من أجل أن يسلم من شره هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لعله إذا انتقل إلى مالك آخر يتغير حاله عند المالك الآخر يتوب إلى الله عز وجل أو يكون المالك الآخر أقوى من الأول فلا شك أن هذا فيه حكمة تغيير المالك فيه حكمة هذا ما أو شيء مما يدل عليه هذا الحديث نعم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا قال فهل أحصنت؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه نعم هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أنه زنى ثم إنه خاف من الله عز وجل وتاب إلى الله وضاقت عليه الأرض بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقيم عليه حد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك بل أعرض عنه ثم كرر الاعتراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 4 مرات فلما بلغ 4 مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من شأنه من ناحية عقله من ناحية عقله فلعله أن يكون أقر
وهو غير كامل العقل، يكون هذا نتيجة خلل في عقله. فأخبر أنه ليس بعقله بأس. ثم سأل الرجل: هل أحسنت؟ يعني هل تزوجت وأطعت زوجتك؟ قال: نعم، اعترف بالإحصان. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ووكلهم في أن يذهبوا به يرجموه، ينفذوا فيه الحد، فرجموه في المصلى، يعني مصلى الجنائز، لأن كان من عادتهم أنهم يجعلون للجنائز مصلى خاصا غير المسجد. ويجوز الصلاة عليها في المسجد، قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد، لكن كانوا المعتاد أنهم يصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنائز، البقيع الغرقد. فذهبوا به وجعلوا يرجمونه، فلما مسته الحجارة وتألم فإنه هرب، لأنه تألم جدا، فهرب يريد أن يخف عليه الألم. هذا شيء في النفس البشرية، لا كراهية ولا تراجعا عن الإقرار، ولكن النفس البشرية عند الألم تنفر، طبيعة البشرية. فطلبوه وأتموا عليه الحد في الحرة، والحرة أرض حول المدينة من الجانب الشرقي والجانب الغربي، وهي أرض عليها حجارة سود، والمدينة بين حرتين، حرة الشرقية وحرة الغربية. فأدركوه وأكملوا عليه الحد تنفيذاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحقيقاً لرغبته رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة إلى الله عز وجل والندم، وأنه قدم نفسه تائبا إلى الله عز وجل، قدم نفسه للرجم تائبا إلى الله عز وجل. ثانيا فيه أن نصاب الإقرار في الزنا 4 مرات، كما أن نصاب الشهود 4 شهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى أقر 4 مرات، دل على أن نصاب الإقرار 4 مرات. وأما الشهود فهم شاهدان فقط، الشهود على الزنا فهم 4 شهود، 4 شهود، 4 شهود، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء أجلدوهم 80 جلدة، لولا جاءوا عليه 4 شهداء. النصاب الشهادة على الزنا 4 شهود، والنصاب الإقرار اختلف العلماء فيه على قولين، قول الأول وهو قول الجمهور أنه 4 مرات كما في هذا الحديث.
القول الثاني أنه يكفي فيه مرة واحدة كسائر الإقرارات، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة العسيف الذي سبق: واغدوا يا أنيس، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل أربع مرات، دل على أنه يكفي مرة واحدة. والراجح والله أعلم هو القول الأول، أنه لا بد من أربع مرات، وإلا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرابعة، ولو كان ما دون الأربع يكفي لما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، بل يبادر بإقامة الحد عليه. وأما حديث اغدو يا أنيس، هذا حديث مجمل يفسره هذا الحديث، فإن اعترفت يعني اعترفت أربع مرات، بناء على أن أنيسا يعرف نصاب الإقرار. المسألة الثالثة فيه أن للإمام أن يوكل من ينفذ الحدود، والوكيل يقوم مقام الإمام، لأن إقامة الحدود من صلاحيات الإمام، لا يجوز لأحد أن يقيم الحد إلا بتوكيل من الإمام. فإما أن يقوم الإمام بالإشراف على تنفيذه، أو يوكل من يشرف على تنفيذه، لأن هذا من صلاحياته، ضبطاً للأمور لئلا تحصل الفوضى في إقامة الحدود. فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد، لأن الرجل اعترف في المسجد، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به، ذهبوا به خارج المسجد فرجموه، فلا تقام الحدود في المساجد. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. نعم. وهذا الحديث أيضا في إقامة حد الزنا على أهل الكتاب إذا كانوا في ولاية المسلمين، إذا كانوا في ولاية المسلمين وهم يعتقدون الحكم ويرونه، فإنه ينفذ عليهم. فهذه القصة فيها أن اليهود زنا، اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على أموالهم وعلى على بيوتهم وعلى مزارعهم، ويكفوا شرهم عن المسلمين، وإذا غزيت المدينة فإنهم يدافعون عنها مع المسلمين.
هذا هو العهد الذي أبرمه معهم صلى الله عليه وسلم. زنى منهم رجل وامرأة وكان عندهم الرجم فكأنهم استثقلوه وقالوا نذهب إلى محمد لأن الله أعطاه الدين السمح، أعطاه الدين السمح ورفع عنه الآثار والأغلال، فلعله أن يفتي بعدم الرجم ويكون ذلك حجة لنا عند الله تعالى يوم القيامة. فهذا فيه ملحظ أن الناس يبحثون عن الأسهل دائما وابدا وينفرون من الأحكام الشرعية إذا كانت لا توافق رغباتهم، يبحثون عن الفتاوى ويبحثون عن الأقوال ليجدوا مخرجا. هذا من فعل اليهود، هذا الذي يفعله بعض المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم الطريق وأفحمهم وقال لهم ما حكمه عندكم بالتوراة، يريد أن يقيم عليهم الحجة. قالوا إنه يسود وجهه ويجلد ويطاف به في البلد، وهذا كذب منهم، هذا كذب وافتراء منهم كعادتهم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبارهم، كان يهوديا من الأحبار من علمائهم، فقال لهم كذبتم، قال لهم كذبتم، إن آية الرجم في التوراة. فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إقامة الحجة عليهم وبيان احتيالهم على أحكام الله عز وجل من أجل فضيحتهم. أحضروها، لجأوا إلى حيلة ثانية، فوضع أحدهم وهو عبد الله بن سوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراة. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، الأولى إقامة الحد على أهل الكتاب لأنهم يعتقدون ذلك في كتابهم، يعتقدون ذلك في كتابهم. وثانيا أننا نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أمره الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا ينظر إلى تعسفاتهم وتحايلاتهم على أحكام الله. ثانيا في الحديث ما كان عليه اليهود من الاحتيال وتحريف كتبهم، فهذه واقعة تدل على أن هذا ديدنهم مع كتاب الله، والله ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ذكر هذا في مواضع من القرآن أنهم يحرفون وأنهم يبدلون قولا غير الذي قيل لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يفضحهم. وفيه فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه
حيث إنه صدع بالحق، حيث إنه صدع بالحق على هؤلاء، وأن العالم يجب عليه أن يقول الحق ولا يحابي مع جماعته أو مع أقربائه، بل يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم. وفي قوله إنه كان الرجل يجنأ عليها أو يحنأ عليها، معناه أن الرجل كان يلقي نفسه على المرأة ليقيها من الحجارة شفقة عليها، شفقة عليها. وذكر هذا من باب التأكيد، لا ولا ما يترتب عليه حكم، لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقعة. والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل في آية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة، يعني السيد إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ لفظها وبقي حكمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ورجم الصحابة من بعده والخلفاء الراشدون. الرجم ثابت بالإجماع ومتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الأمة، ولم ينكره إلا الخوارج، لم ينكره إلا الخوارج. والخوارج ليس هذا بغريب عليهم، ومن طوامهم وفضائحهم أنهم ينكرون من الأحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم أو يتماشى مع أفكارهم، لأنهم لا يأخذون العلم من مصادره، وإنما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض، وهم جهال، هم جهال، وأيضا يعتمدون على عقولهم، ولا يلتزال هذه الآفة فيهم إلى الآن. الخوارج يعتمدون على الجهل وعلى المغالطات، لأنهم لم يأخذوا العلم عن مصادره وأصوله بما فيهم من الأنفة والإعجاب بأنفسهم وتحقير العلماء، وأن العلماء لا يفهمون، ولا وأنهم ليس عندهم غيرة للدين. ومن العجيب أنهم يدعون الغيرة وهم ينكرون الرجم وينكرون أحكام الله عز وجل. لكن هذا الضلال لا يستغرب عليه ما يحصل فيه من المضحكات. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، السنة المتواترة وبالإجماع، والحمد لله. ولا ينكره إلا الخوارج أو من سلك سبيلهم من أهل الزيغ والضلال، من بعض الكتاب المنحرفين الذين يستنكرون إقامة الحدود ويقولون إنها وحشية، وإنها كأنهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون المعتدى عليهم، ولا يرحمون أهل الاستقامة، فهم يرحمون المجرمين ويعطفون عليهم، ولا يرحمون المظلومين والمعتدى عليهم، ولا يهتمون بالأمن، بأمن البلد أو أمن الدولة، هذا لا يهمهم. فلهم سلف من الخوارج، لهم سلف من الخوارج. نعم. السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلاً أو قال امرأً اطلع عليك بغير إذنك
فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. نعم، هذا من الوقاية. لما ذكر الحدود التي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها، ووسائل الوقاية من الجرائم كثيرة، منها غض البصر، غض البصر عن عورات الناس، غض البصر عن النساء، غض البصر عن البيوت، لأن البيوت قد يكون فيها أهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها، قد يكون فيه نساء غير محجبات، فيه نساء قد يكون على حالة غير، لأنهن آمنات في بيوتهن، قد تكون المرأة تتوضأ أو تقضي حاجتها أو تستحم أو غير ذلك، لأنها في مأمن في بيتها وفي ستر. يكون في البيوت أسرار لا يجوز لأحد أن يطلع عليها أو يستمع إلى أحاديث أهلها، فلا يجوز الاطلاع على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنت عليها إلا في حالة الاشتباه، يعني يكون هناك مجرمون أو لصوص أو ناس لجأوا إلى بيوت ليدبروا المؤامرات، أو عندهم أشياء فيها خطر على المسلمين كجباية الأسلحة وغير ذلك، فإنه لا بأس بأن يتابع هؤلاء وأن يستمع إلى أقوالهم وما يتناجون فيه بينهم، وتستعمل الآلات التي تظهر هذا، وأن يطلع عليهم حتى يقبض عليهم، هذا للمصلحة العامة، مصلحته أكثر مما فيه من الضرر إن كان فيه ضرر. أما الأناس الأبرياء والأتقياء فهؤلاء لهم حرمة والبيوت لها حرمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فلا بد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعروا أن أحدا يريد الدخول عليهم فيستعدون لاستقباله. فالاستئذان لحرمة البيوت، فلو أن إنسانا انتهك الحرمة وتطلع إلى بيوت الناس ليرى عوراتهم فلهم أن يفقعوا عينه، العين التي أجرمت وتريد الاطلاع تفقع لأنها لا حرمة لها، كما أن اليد السارقة تفقع لأنها خائنة، فكذلك العين تفقع. فلو أن صاحب البيت حذف حجراً أو شيئاً خفيفاً على هذا الذي يطلع فأصاب عينه فذهبت فإنها هدر، لأنها غير محترمة، فهذا فيه حرمة البيوت وأسرار المسلمين، وفيه سد الوسائل التي تفضي إلى الشر، وفيه إهدار العضو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعاً لصاحبه ولغيره من الناس. هذا هو دين الإسلام، دين القوة، ما هو دين الضعف والخور، دين القوة والحماية للمسلمين وأعراض المسلمين وبيوت المسلمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة.
لكن يقول حذف أو خذف عينه يدل على أنه لا يضربه بحجر كبير، لأن هذا أكثر من الحاجة، أو يضربه برصاص، يضربه يطلق عليه النار، هذا لا يجوز، إنما يضربه بحصى صغار حذف لأجل أن يتنبه ويرتدع، فلو ترتب على هذا أن فقع عينه فليس فيه شيء، لأن ما ترتب على المأذون فيه فهو هدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. نعم، انتهى من حد الزنا، وحد الزنا فيه حماية للأعراض، وحد السرقة فيه حماية للأموال، لأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، وذلك بقتل المرتد، وبحفظ النفس، وذلك بالقصاص، وبحفظ العرض، وذلك بحد القذف، وبحفظ النسل، وذلك بحد الزنا، وبحفظ الأموال، وذلك بحد السرقة، وبحفظ الأمن، وذلك بحد قطاع الطرق، وبقتال البغاة. قتال البغاة إن هذا لأجل حفظ الأمن. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما السنة في هذا الحديث وفي غيره، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق إجماعا قطعيا، فالذي ينكره يكون مرتدا عن الإسلام، يقول إنه وحشية، قطع الأطراف وحشية ولا تليق بالعالم المتحضر، ولا يليق بالحضارة، يقول هذا ردة عن الإسلام. إن كان الذي يقول هذا كافر، الكفر ليس بعده ذنب، أما إن كان الذي يقوله يدعي الإسلام فهو مرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والسرقة هي أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه خفية على وجه الاختفاء، أما ما كان يؤخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب والخطف فهذا يسمى بالنهب أو يسمى بالسلب أو بالغصب، ولا يسمى سرقة. الذي يؤخذ على وجه الظهور هذا يسمى باسم الخطف أو السرقة أو الخيانة أو ما أشبه ذلك، ولا قطع فيه. والسر في كون السرقة يقطع فيها والنهب والغصب لا يقطع فيه، لأن السارق لا يمكن مدافعته، يأتي خفية وفي مأمن، يأتي خفية وفي مأمن ويأخذ المال. وأما الناهب المنتهب فهذا يأتي علانية، بإمكان صاحب المال إنه يدافع أو إنه يستنجد، أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل، بخلاف السرقة فصاحب المال آمن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفية. والسرقة الأخذ بخفية، ومنه استراق السمع، استراق السمع هو الأخذ بخفية. فهذا وجه الفرق بين أن السارق يقطع وأما المغتصب والمنتهب لا يقطع.
لكن ليس معنى ذلك انه يترك يروح، بل يعزر ويغرم المال، انما الكلام في القطع فقط. والقطع في السرقة له شروط. الذي يقطع في السرقة هو اليد، يقطعوا أيديهما، واليد هي الكف، هي الكف من مفصل الكف، وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف، يسمى بالكوع. وأما الذي يجمع بين العضد والذراع يسمى المرفق، يسمى الكوع. الناس يسمونه الكوع، هذا غلط. الكوع هو ما بين رأس الذراع وبين الكف، هذا هو الكوع. فتقطع اليد من الكوع، من مفصل الكف. وأي اليدين تقطع؟ اليد اليمنى، اليد اليمنى. من أين أخذنا هذا؟ والله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفصل. قال: والسنة فصلت، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت. وجاءت قراءة في الآية: فاقطعوا أيمانهما، في بعض القراءات: فاقطعوا أيمانهما، تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف. والسرقة لها شروط، منها الحرز، وهو ما يحفظ فيه المال عادة، وحرز كل شيء بحسبه، حرز الذهب غير حرز التبن والحطب، ويختلف كل شيء بحسبه. والحرز في البلاد التي يكون السلطان فيها قوي، هم مثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة. الحرز يختلف اختلاف البلدان، وباختلاف عدل السلطان وجوره، اختلاف الأموال. فمرجعه إلى العرف، مرجع الحرز إلى العرف، وهو ما العادة حفظه فيه، هذا الحرز. يشترط في للقطع أيضا بلوغ النصاب، وهو المذكور في هذا الحديث، أن يكون المسروق نصابا. والنصاب هو ربع دينار، ربع مثقال من الذهب. الدينار المراد به النقد من الذهب، الدينار الإسلامي هو النقد من الذهب، ومقداره ربع مثقال، هذا هو نصاب السرقة من الذهب. ومن الفضة 3 دراهم إسلامية، 3 دراهم إسلامية، أو ما يعادل قيمة أحدهما من عروض التجارة، ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب أو الفضة من عروض التجارة، هذا هو القول المشهور في هذه المسألة. قال: أو 3 دراهم أو ما يعادل أحد المقدارين قيمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يتترس من ورائه، هذا هو المجن. سمي مجنا لأن الاجتنان هو الاستثار، جنه الليل يعني ستره الليل، لما جن عليه الليل يعني ستره الليل. ومنه الجنون، لأن الجن لا نراهم فهم مستترون عنا، فيسمون الجن لأجل أننا لا نراهم مستترون عنا. وسمي الترس مجنا لأنه يستر المقاتل فلا تصل إليه السهام. الشاهد أنه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم، فدل على أن السلع وعروض أنها تقوم إما بربع دينار وإما ب3 دراهم، فإذا بلغ هذا المقدار وجب القطع، وإذا كان دون هذا فلا يقطع به. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. في مجن، عرفنا المجن وقيمته 3 دراهم، دليل على أن إذا كان المسروق من غير النقدين أنه يثمن بالنقدين، ثمن بالنقدين، ربع دينار أو 3 دراهم. نعم. وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. نعم. قيمته، ما الفرق بين قيمته 3 دراهم؟ شوف دقة الرواية وتحري المحدثين رحمهم الله، ما الفرق بين قيمة بين القيمة والثمن؟ يعني الإنسان العجل يقول ما بينهم فرق، مع أن بينهم فرق، ثمنه يعني الذي اشتري به، أما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة، التي يساويها وقت السرقة، وقد تكون أكثر من الثمن، تكون أقل، ففي فرق بين الثمن وبين القيمة. فالقيمة ما يقوم به وقت الحاجة، وأما الثمن فهو ما اشتري به أو بيع به. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فصاعدا يعني فأكثر، في ربع دينار هذا الحد الأدنى، فصاعدا يعني فأكثر. نعم. وعن عائشة هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول. لقد اختلف العلماء، هل الأصل الذهب ربع الدينار هو الأصل، أو الأصل الفضة، أو كلاهما أصل، أو كلاهما أصل، والخلاف يسير سواء قلنا هذا أو هذا، المهم 3 دراهم أو ربع دينار. نعم. فإن قطعنا بربع دينار قد أصبنا السنة، وإن قطعنا ب3 دراهم قد أصبنا السنة، وإن قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار أو 3 دراهم أصبنا السنة والحمد لله. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وآيم الله، ويم الله، ويم الله، قسم. نعم. وأيم الله، ويم، ويم، ويم الله. نعم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. هذا حديث عظيم فيه أن الحدود لا يحابى بها، تقام على الشريف وعلى الوضيع، خلافاً لما كان في الأمم السابقة التي غيرت وبدلت، إنهم كانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الأكابر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن بنته فاطمة سرقت لقطع يدها، مع أنها من أشرف الناس، قرشية هاشمية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لو سرقت يعني من باب الافتراض، وإلا حاشاها أن تسرق رضي الله عنها، لكن هذا من باب الافتراض، مثل قوله تعالى ولو أشركوا، يعني الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا من باب الافتراض. فإذا كان الرسول لو أشرك يحبط عمله فكيف بغيره؟ كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي أشرف نساء العالمين لقطعت يدها، فكيف بغيرها؟ والمناسبة أن هذه المرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم بطن من قريش، بطن من قريش، منهم الوليد بن المغيرة، ومنهم خالد بن الوليد، ومنهم بنو مخزوم، ومنهم أبو جهل، ومنهم من بني مخزوم، بطن من قريش. ك
كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرم وفي قدر أن امرأة منهم مخزومية كانت تستعير المتاع، تأخذه عارية، والعارية أن تأخذ حاجة تنتفع بها وتردها إلى صاحبها، تأخذ قدر، تأخذ صحن، تأخذ سكين، تأخذ تقضي حاجتك بها، ثم أو دابة أو سيارة تأخذها وتقضي حاجتك وتردها إلى صاحبها، وهذا مشروع وهذا فيه أجر. قال تعالى: ويمنعون الماعون، يعني ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فتوعدهم بالويل، والماعون المراد به العارية. فإذا كان احتاج أخوك إلى الاستعارة وليس عليك ضرر فإنك تعيره، فهذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء، تستعير المتاع بصورة أنها سترده ثم تجحده، تنكره وتبيعه، فهي تسرق وتستر ذلك بالعارية، تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أمر بقطع يدها، لأن الحيل لا تنفع إذا أريد بها إسقاط الأحكام الشرعية، الحيل ما نفعت اليهود، لا يجوز الاحتيال على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن تظهر الأشياء بغير مظهرها، يسمى الخمر بغير اسمه، يسمى الربا بغير اسمه، يسمى السرقة بغير اسمها، ما يجوز، الأسماء لا تغير الحقائق ولا يلتفت إلى الأسماء، إنما يلتفت إلى الحقائق. فهذه المرأة كانت تستر سرقتها بصورة العارية، ولم ينفعها ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فقبيلتها أهمهم شأنها، لأنها امرأة شريفة من بني مخزوم من قريش، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وفي ذلك هوان عليهم، فكروا كيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصرامته في الأحكام، أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. فكروا وجدوا أن أحب الناس إليه، أحب الرجال إليه، هو يعني بعد أبي بكر الصديق، وبعد، لكن ألصقهم به وأقربهم إليه مولاه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه، لأنه الرسول كان يحبه ويحب أباه زيد بن حارثة، فهم يعني أرادوا أن يتذرعوا إلى الرسول بهذا الرجل الكريم أسامة بن زيد، نظرا لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أسامة يريد الخير، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما فيه محاباة لأحد، ولا فيه وسايط، ولا فيه وسايط، وفي دليل على أن الشافع يرد إذا كانت شفاعته سيئة، أنها ترد ولو كان قصده حسناً، إنها ترد ولا تقبل، من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. في الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع. وفي هذا الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم يقيمون الحد على الضعيف ويتركون الشريف. ففي هذا نهي لنا أن نسلك مسلك الأمم السابقة في هذا الأمر وفي غيره. وفيه في هذا الحديث مسائل عظيمة: أولاً فيه القطع بالعارية، بجحود العارية، القطع بجحود العارية، فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيعها ويحتال عليهم تقطع يده، هذا ظاهر الحديث، قد أخذ بهذا الإمام أحمد. الجمهور يقولون: لا، ما يقطع بالعارية،
لأنها خيانة ولا قطع على خائن، ولكن الرسول قطعها لأنها سارقة، قطعها لأنها سارقة لا لأنها تستعير من الناس، ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لو فتح هذا الباب باب الحيل احتال الناس على السرقات، فلا بد من سد الذرائع والحيل وحفظ أموال الناس ومنع المكر بالناس. وفيه تحريم الشفاعة في الحدود، فيه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، من آوى محدثا أي منع من إقامة الحد عليه فهو ملعون، لعن الله الشافع والمشفع. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، فيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها، أما قبل أن تبلغ السلطان فلهم أن يستروا عليه وأن يصلحوا بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة، لكن إذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها، لا بد من تنفيذها. وفيه أنه يجب علينا أن نخالف هدي من كان قبلنا في الاحتيال على محارم الله وأحكام الله بالحيل، كما تفعل اليهود، كما تفعل الأمم السابقة من اليهود والنصارى. نعم. وفيه القسم وإن كان الإنسان صادقاً، فالرسول أقسم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الصرامة في الأمر والتأكيد في الأمر. نعم. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. إلا أول الرواية، أصل الرواية سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، في آخر الرواية بيّن نوعية هذه السرقة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، يكون الرواية الثانية مبينة للرواية الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. يكفي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا أطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة؟ نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل إذا أطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة يراد به الكف فقط أم يراد به اليد كاملة؟ في الوضوء بيّن الله: وأيديكم إلى المرافق. لو قال امسحوا بأيديكم، لو قال جل وعلا فاغسلوا أيديكم فقط لكان إلى الكف، لكن لما قال إلى المرافق فلا بد من غسل الذراعين بنص الآية. هذا فالكف فاليد إذا أطلقت إلى الكف، وأما إذا قيدت مثل إلى المرافق فتقيد. في التيمم قال يمسح يديه وجهه ويديه، وش المراد باليدين في التيمم؟ ها؟ الكفين، يمسح وجهه ويديه، ما قال إلى المرافق، فيقتصر على الكفين فقط، بينما قال في الوضوء إلى المرافق. نعم. صلى الله عليكم وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ترافع إلينا أهل الكتاب فهل نحكم بينهم بشرعهم أم بشرعنا؟ بشرعنا، يعني شرعهم نسخ، لكن الرسول أراد أن يقيم الحجة عليهم فقط، لا ليحتج بشرعهم، وإنما أراد أن يقيم الحجة عليهم ويبين كذبهم وتحيلهم، وإلا فالقرآن ناسخ لما قبله، الحكم به وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من شرب الخمر ثم تاب منه؟ هل يجب عليه الحد؟ وماذا يفعل إن لم يجد من يجلده؟ وذلك إذا تاب إلى الله قبل أن يبلغ السلطان فهذا طيب وأحسن له، أنه يتوب ويستر نفسه ولا عليه حد، لا عليه حد، يستر نفسه. أما إذا بلغ السلطان فلا بد من إقامة الحد ولو تاب،
التوبة لا تسقط الحد بعد بلوغه وتقرره، لأنه يتقرر عند السلطان، لا يجوز إسقاطه بعد تقرره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة لها ولد من زنا قبل إسلامها، وقد تزوجت بعد إسلامها رجلا مسلما وترك ولدها مع أبيه من الزنا، وتقول المرأة: ما بقول له ولد الزنا ما له أبو، ولد الزنا ما له أبو، ولا يلحق بأحد، يلحق بأمه فقط. نعم. تقول: والسؤال، ما واجب هذه المرأة تجاه ولدها؟ واجبها تجاه ولدها هو ولدها ويلحق بها، هو ولدها ويلحق بها ويرث منها وترث منه، فهو ولدها، يجب له ما يجب للأولاد. نعم. صلى الله عليكم وسلم. إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا، الله جل وعلا يقول: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فإذا كان كافرا تتركه وتهجره، وأما إذا كان مسلما فإنها تحسن إليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في حديث ماعز أنه هرب حينما أذلقته الحجارة، فهل فيه دليل على أنه لم يكن مقيدا بالحبال؟ نعم، هذا دليل على أنه ما قيد بالحبال ولا حفر له. نعم. قل أحسن لك، فهل إذا رجم الزاني في هذا الزمان يربط بالحبال؟ حسب الحاجة، هذا حسب الحاجة، إذا كان يحتاج إلى ضبطه وتوثيقه نعم يربط، أما إذا كان ما يحتاج فلا يربط بالحبال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الرجل إذا زنى وهو محصن، هل يكفي أن يتوب إلى الله أم لا بد أن يعترف على نفسه؟ لا، كونه يتوب إلى الله ويستر نفسه هذا أفضل، هذا أفضل. إذا تاب إلى الله فيما بينه وبين الله وستر نفسه فهذا أفضل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم أم يكتفى بالرجم فقط؟ الخلاف، لأن الرواية الصحيحة جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، وهذا رأي الإمام أحمد أنه يجمع بين الجلد والرجم، يرجم يجلد أولا ثم يرجم، وقد فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض البلاد يكون الرجم بإطلاق النار بالمسدس، فهل هذا العمل؟ يقول أحسن الله إليكم: في هذا الزمان يكون الرجم بإطلاق المسدس. لا، هذا لا يجوز، هذا قتل ما هو برجم، هذا يعتبر قتلا، والزاني يقتل، المرجوم يقتل، لكن بالحجارة، يقتل بالحجارة ولا يقتل بغيرها، لا بالسيف ولا بالرصاص ولا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من أنكر حد الرجم، فهل يكون من باب من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة؟ إن كان يعلم الحكم وأنكره من باب العناد فهو يكفر، يرتد عن الإسلام، أما إن أنكره جاهلا أو معتمدا على شبهة يبين له غلطه، فإن تاب بعد البيان وإلا يحكم عليه بالردة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو سرقت السيارة من أمام البيت وهي مقفلة الأبواب، أو سرق منها شيء، فهل يقام الحد على السارق؟ لا، لأن هذه ما هي محرزة، هذه في الشارع ولا هي محرزة. أما لو كان أغلق عليها البيت أو أغلق عليها الباب، كسر الباب ودخل عليها، تقطع يده. أما في الشارع هذه ما هي محرزة، هذه مهيئة للأخذ. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يفعل باليد المقطوعة بحد السرقة؟ هل تدفن؟ تدفن، نعم، تترك، لازم تدفن، لأنها عضو من آدمي، والآدمي له حرمة، ما يترك على وجه الأرض، يدفن هو وأعضاؤه، لا يترك شيء منه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز للسارق إعادتها عن طريق عملية جراحية؟ لا، الله أهدرها فلا يجوز معالجتها وإرجاعها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الأب لا يقتل بابنه، والسؤال: إذا كان الأب شاذاً أو منحرفاً ويزني بابنته، هل يقام عليه الحد؟ هذا عند القاضي،
هذا يرفع أمره إلى القاضي، فإذا ثبت عليه ذلك فالقاضي يحكم عليه بموجب الشريعة، ولا يجوز لأحد أنه يقيم عليه الحد. أو هذا من صلاحيات الإمام ومرجعه إلى القضاء. نعم، هذه الأمور فوضى. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قبل أن أتوب إلى الله سرقت من شاحنة طربال منذ فترة، وأنا الآن في أشد الندم، فما هو الواجب علي؟ إن كنت تعرف صاحب السيارة ترد ما أخذته إليه وتطلب منه المسامحة، أما إذا كنت لا تعرفه ويتعذر الوصول إليه فبع هذا وتصدق بثمنه على نية أن الأجر لصاحبه وأن تتخلص منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول أحدهم في إجابة سؤال له حول الآيات التي جاءت في أن الله يستهزئ، نهى السائل أن يسأل هذا السؤال وأجابه بقوله: لا تسأل عن مثل هذه الجزئيات، وإذا اشتبه شيء على المسلم فعليه أن يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو هذه الصفة أو تلك إلى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى، فهل جواب هذا يعد تفويض لهذه الصفات؟ أي نعم، هذا تفويض ولا يجوز الكلام هذا، لكن يقول: أنا ما أدري، اسأل غيري. هذا الواجب عليه أن يقول: لا أعلم، اسأل غيري. أما أن يقول ترد إلى الله ولا يعلم معناها، هذا كذب على الله عز وجل، ومثل هذا ما يجوز أن يسأل في هذه المسائل العظيمة. نعم، لأنه جاهل. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد عند بعض الناس بعض الألفاظ التي نذكر بعضها، يقول: محمد يغطك، يعني يخسف بك الأرض. يقول: ما حكم قول بعض الناس محمد يغطك، يعني يخسف بك الأرض؟ يخسف بك الأرض، ما أحد يخسف الأرض إلا الله جل وعلا. آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ لا أحد يستطيع أن يخسف الأرض، لا محمد ولا غيره، هذا من الجهل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وقول بعضهم: سألت الله بحق هذا الليل أن ينصرك. لا يجوز هذا، لا يجوز السؤال بحق مخلوق لا البيت ولا غيره، هذا حلف على الله جل وعلا، والله لا يقسم عليه من باب الإلزام، لا يقسم عليه من باب الإلزام، ويقسم عليه بحق مخلوق. الحلف بالمخلوق لا يجوز، كيف إذا حلف بمخلوق على الله جل وعلا؟ لا يجوز مثل هذا. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من فرق في الإقرار أنه إذا كانت القصة مشهورة كقصة امرأة العسيف فإنه يكتفى بالإقرار مرة واحدة، وأما إذا لم تكن القصة مشهورة كقصة ماعز والغامدية فإن الإقرار يكون 4 مرات، فهل هذا التفصيل صحيح؟ والله ما شفت هذا، ما شفت هذا في كلام أهل العلم الذي اطلعت عليه، إن كان صاحبه اطلع على شيء من كلام أهل العلم فليذكره وليقول: قال العلماء في الكتاب الفلاني. أما أن يجيب شيء من عنده كذا، هذا لا يجوز. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث قصة العسيف في آخره: فاعترفت فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت، والسؤال: لو أن المرأة لم تعترف فكيف يكون الحكم؟ إذا لم تعترف فليس عليها شيء، لم تعترف ليس عليها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الرجم على الاعتراف، دل على أنها لو لم تعرف تعترف ما عليها شيء، والأصل البراءة. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الكفارة في قتل الجنين مثل الكفارة في قتل الإنسان؟ نعم، إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح 4 أشهر فأكثر، فإن قتله مثل قتل النفس، مثل القتل المولود سواء، لأنه قتل نفس. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل حد الزنا حق محض لله تعالى، أم أن فيه حق آخر للمخلوق كولي المرأة وغيره؟ لا، ليس للمخلوق حق فيه، وإنما هو حق لله، ولو كان للمخلوق جاز المسامحة به التنازل عنه، وكونه لا يتنازل عنه هذا دليل على أنه حق لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الدليل على اشتراط الحرز في السرقة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة المخزومية التي كانت تأخذ أموال الناس عارية ثم تجحدها؟ أي نعم، هذا حرز، هذا حرز، تأخذها من مأمن تأمنهم على أنها عارية، هذا تأمين مثل تأمين الحرز،
أخذتها خفية، فيها معنى السرقة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ما دام صح الحديث فنعتبره أصلا مستقلا، نعتبره أصلا مستقلا. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث الجارية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببيع هذه الجارية التي اشتد تمردها وخيف من شرها أن تؤثر على أهلها، يقول: فهل يجوز بيعها مع أنها قد تضر بالمشتري في دينه؟ يبيعه إذا المشتري ما صلحت عنده، يبيعها أيضا. إذا شافت أنها تباع من واحد الواحد، فهذا مما يؤثر فيها ويحثها على التوبة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأمر بشيء إلا وفيه حكمة، تظهر لنا أو ما تظهر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل فقو العين يكون أثناء تصنت المجرم، أم أنه يجوز اللحاق به ومن ثم يفقو عينه؟ لا، إذا راح، إذا انصرف وش تبي به، راح. لكن ما دام أنه يباشر الجريمة فلك أن تخذفه، ما هو بتقطع عينه تقصد الفقر، تخذفه بحصات، فإن ضربت عينه وأعدمتها فليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلاً اطلع في حجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم مشقصاً وجاء يختل الناظر بالمشقص، يقول: سؤالي: ما هو المشقص؟ سهم، المشقص السهم العريض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أراد جماعة أن يصلوا على جنازتهم في المقبرة قبل أن تدفن، فأنكر عليهم أحد الأشخاص داعياً لهم أن يصلوا عليها بعد الدفن، وأن الصلاة عليها قبل الدفن في المقبرة لا يجوز، فهل قوله صحيح؟ هذا جاهل، هذا جاهل، ولا يجوز له أن يتكلم بما لا يعلم. صلى على الجنازة قبل الدفن وبعد الدفن، والصلاة عليها قبل الدفن أحسن، لأنه صلاة على الجنازة مباشرة، فهو أفضل من الصلاة عليها بعد الدفن. نعم. انتهى. أنا قلت لكم هالفتاوى هذه يجب أن أصحابها يتقوا الله، وأنهم لا يتعرضون للناس ويقولون هذا حلال وهذا حرام، وهم ما يعرفون، يقولون من أفكارهم ومن أدمغتهم، فيضلون الناس والعياذ بالله. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.